رايكم حب شباب؟ معكم شركيات شركي كيف جالكم فيديو جديد؟ طيب شباب اليوم راح نلعب مع بعض كمان مرة ببجي موبايل. هالمرة راح نلعب جيم مود جديد حلو، ما راح نلعب الباتل رويال، راح نلعب تيم جان جيم اللي هو فريق 4 أشخاص ضد فريق 4 أشخاص. بس الشيء المميز فيه إنه كل ما تقتل واحد راح تغير سلاحك، فيعني نوعا ما شيء حلو. وغير هيك ماب جديد ما بيعتبر من مابات الثري لين ماب اللي هو فيه خط وسط خط يمين وخط يسار، وماب جدا صغير وممتع. عشان تفوز بالجيم لازم أنت أو أحد معك بالفريق يوصل لآخر سلاح اللي هو الطاسة ويقتل فيه الأعداء. فيعني نوعا ما الجيم مو شغل تعريق وباتل رويال، لا الجيم شغل فن وتسلاي ومن هالكلام. وإذا ما في أي لاعب من الفريقين وصل لآخر سلاح، فبالتالي لما يخلص وقت الجيم الفريق اللي عنده سكور أعلى هو الفايز. فيلا خلنا نبدأ. اوكي شباب، فحاليا راح نفوت لعب مع بعض تيم جان جيم مثل ما قلت لكم بدايه الفيديو. بس الشيء اللي ما ذكرته بدايه الفيديو انه راح نلعب مع ريما ستارز. هلو يا هلا والله. اللي ما بيعرف ريما ستارز هي من العب واشهر اليوتيوبر العرب ببجي موبايل. فعليا الجيم اللي لعبناه قبل هاد طلعت فيه ب 14 15 كل تقريبا، وانا قتلتين. فيعني راح تكررين هالجيم ان شاء الله الفوز من وراها. ان شاء الله ان شاء الله، والله شرف لي اني اكون معك بالقناه. تسلم يا رب. فاللي يلعب ببجي موبايل مهتم راح تلاقوا لينك قناتها بالوصف، صدقوني راح تلاقوا عليها لعب ما شاء الله. شايكوا اول لينك هتلاقوه موجود بالوصف. ويلا جاهزة لنفوت وندعس؟ اكيد يلا let's go. حلو، 4-4. هاي اول مرة بتجربها بالشار مو؟ اللعبة ولا المود؟ المود. المود ايه اظن لا اول مرة. إلا إذا كنت لعبت شيء مشابه له بلعب تاني. هلا بنشوف. تيم ماتش ليتس جو ليتس جو. لازم يكون فوز لنا ترى. والله انت اللي هتجيبي لنا الفوز ان شاء الله. اوه والله الشغل رش رش. اوكي جلد جلد. بي بي 90 سلاحي المفضل. اوكي اوكي شباب، اتمنى لحد يعلق لي على الايم. انا لما يطلع حدا قدامي بضوع الامو كله حواليه، ولما يجي هو قدامي فيني طخه بيعمل ريلود شخصيتي. اوكي لا لا لازم ايم لازم ايم، انا نازل هيب فاير. اخيرا قتلت واحد. اخيرا قتلت لي كم واحد مثل العالم. ويلا نكمل 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 الستريك نكمل الستريك. اوه لا اوكي مو انا. شو ريما كيف الدعس عندك؟ والله تمام. أنا قتل الستة لهلا ومبسوط عليهم الصراحة. يلا أنا ماشي معهم. نلعب معهم، نطول شوي الماتش. لا لا خلنا يلا يلا بشار بشار من هون. يلا يلا. طالع طالع يلا. والله نازل دعسة. هلا يلا يلا الكل الاخير ريلود 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 ريلود. لا مو ريلود، سلاحي كان طخه طخه. اوكي قتلني نايف كمر. اوه انت جبتي واحد بالملاي. روحته من ايدي روحته. يلا 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 يا اخي خلوني اقتله بروح خلنا نفوز. مو انا والله كل ما بقرب من واحد. يلا يلا انا وراكي. لازم حدا قدامي مو يلا يلا هات هات يلا يلا يلا. اه لا هذا معنا. اوكي لا مو معنا. يلا يلا روحي روحي عليه عليه عليه. كفو كفو والله فز. يا كله ناطرني انا قلت لي ولا انا ما اخذ لا والله كفو كفو ما شاء الله 18 كل.
انا قتل انا كنت بفكر حالي الاول على الجيم طلعت قتل 9 بس وراكي قتلت اوه قتلت واحد كفو بشار يلا مسكت الساعة على حد يعب كفو ويلكم انت الثاني بين قتلتين اوه والله يا شباب ما ادري كيف صرت لعيب فجأة هيك فاي شباب هدف اليوم اتمنى يكون عجبكم جيم خفيف سريع مع الريماسترز اللي كررتنا بالجيم مثل ما شايفين اتمنى شباب نهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا فيديو بزر اللايك وشاركوا بالقناه وشيكوا على وصف الفيديو راح تلاقوا رابط تحميل اللعبه وراح تلاقوا رابط قناه ريماسترز وبس اشوفكم في الفيديوهات الثانيه ان شاء الله مع السلامه باي